هي ثالث زيارة لي للجزائر هذه السنة، وقد حظيت باستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. قدمت للجزائر لإبراز قوة العلاقات المتينة التي تربط بلدينا. بالنسبة لفرنسا، الجزائر شريك من الدرجة الأولى بالنظر إلى العلاقات الإنسانية المتعددة التي تجمعنا في حوض البحر الأبيض المتوسط. وكذلك لأن علاقاتنا ثرية ومتنوعة، تعاوننا إنساني تربوي علمي واقتصادي، وكذلك بالنسبة للرهانات الأمنية والقضايا الجهوية. الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن الشعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور. الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات، وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها. فرنسا تتمنى النجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاحترام الكامل لسيادته. أنا جد سعيد أيضاً لأنني لمست بأن علاقاتنا الثنائية تعرف دفعاً جديداً. الرئيس ماكرون التزم منذ 2017 بخطوات تتعلق بقضايا تاريخ الاستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية، وبرهن عن ذلك من خلال الأفعال القوية كاسترجاع رفات المقاومين الجزائريين التي تمت مؤخراً والتي كانت في متحف الإنسان. رئيس الجمهورية طلب أيضاً من المؤرخ بنجامين ستورا أن يعمل على ملف ذاكرة الاستعمار والثورة الجزائرية في إطار الحقيقة والمصالحة، من أجل أن يتمكن بلدنا من التطلع نحو المستقبل من خلال رؤية واضحة وهادئة على الماضي. خلال مباحثاتنا تطرقنا إلى القضايا الإقليمية، وبخصوص هذه الرهانات الجزائر شريك محوري لفرنسا. هي قوة توازن تفضل التسوية السياسية للنزاعات في إطار متعدد الأطراف. الجزائر لها صوت يحسب له في إفريقيا وفي حوض المتوسط. في ليبيا نتوافق مع الجزائر بأن لا مجال لحل عسكري، وندعم الحوار السياسي بين كل الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة. دور دول الجوار سيما الجزائر ضروري، لأنها المعنية الأولى بالمخاطر الناجمة عن هذه الأزمة، ويريدون لعب دور الاستقرار إلى جانب الأطراف الليبية ضد تدخلات القوى الخارجية. في مالي نحيي كما الجزائر تجسيد المرحلة الانتقالية التي يجب أن تفضي إلى انتخابات مفتوحة حرة وشفافة للعودة للإطار الدستوري. ونضم صوتنا إلى الجزائر وندعو إلى تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر. تطرقنا أيضا إلى اقتراحات الرئيس ماكرون لمواجهة الانفصاليين على أراضينا، وفي قلب خطوة رئيس الجمهورية هناك رفض للخلط بين الإسلام والتطرف، وأعتقد أنه انشغال نتقاسمه مع السلطات الجزائرية. تحدثنا أيضا عن جائحة كورونا، وهو تحدي صحي واقتصادي لبلدينا، وأحيي تحكم السلطات الجزائرية وكل الجزائريين. قضية الطلبة الجزائريين تم معالجتها من قبل قنصلياتنا لتمكينهم من الالتحاق بالجامعات في فرنسا. الأزمة الصحية استدعت روح التضامن. وفي الختام تطرقنا إلى الرهانات الاقتصادية والشراكة. المؤسسات الفرنسية نشطة في الجزائر بكثرة ومساهمة في الديناميكية الاقتصادية في الجزائر. الرئيس تبون أعلن عن إصلاحات قصد تنويع الاقتصاد الجزائري وتسهيل الإجراءات وتدعيم المؤسسات المبتكرة. نحيي هذه الإرادة. حوارنا جد مهم لتجد المؤسسات الفرنسية مكانتها في هذه الإصلاحات وتواصل المساهمة في نمو الجزائر.